السجود قمة الخضوع لله تبارك وتعالى. إذا فرد واحد يريد يبين قمة التواضع والتذلل والعبودية لله تبارك وتعالى فإنه يسجد، وكثرة السجود له وإطالة السجود لها فضائل كثيرة جدا، لأنها سبب لاتصال العبد بالله تبارك وتعالى. أوج الاتصال بالله هي حالة، هو حالة السجود، قمة العبودية، لأنه يدل على الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى والانقياد له.